شغله الديد ليفت وش وقت نلعب الديد ليفت وشنو انواع الديد ليفت. احنا عندنا الديد ليفت اللي خاص بالقوه البدنيه اللي هو بالنسبه لكمال الاجسام يقوي الجهاز العصبي، وعندنا الديد ليفت الهامسترينج اللي هو شغل رجلين الخلفي، وعندنا الديد ليفت اللي هو خاص بالكريسمس بعضله اسفل الظهر، عضله الكريسمس يسموها. فاحنا عندنا ثلاثه ديد ليفت. ما يصير الديد ليفت ينزل سكوات مستقيم، هذا الديد ليفت مع قوة بدنية. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look at the shabab, السلام عليكم. وياكم موضوع جديد وكلش مهم. هواية مشاكل انثارت على مود هذا الموضوع، وهواية حكي صار على مود شغلة الديد ليفت. وش وقت نلعب الديد ليفت وشنو انواع الديد ليفت. اول شيء يا شباب لازم نعرف لاي عضله نلعب الديد ليفت. الديد ليفت ثلاث انواع. اول ديد ليفت عندنا يجي مال القوه البدنيه، ديد ليفت اللي خاص بالقوه البدنيه اللي يلعبوه لعيبه القوه البدنيه، اللي هو يشغل القوه الجسم ويشغل القوه مثل ما نقول عليها، يقوي السيستم الجهاز العصبي مال الجسم، هو الديد ليفت معروف بالنسبه للاعب كمال اجسام. طبعا انا ما احكي بالنسبه للاعب قوه بدنيه، بس بالنسبه للقوه البدنيه هذا كموضوع ثاني، بس انا قاعد احكي بمجال رياضه كمال اجسام. فاحنا عندنا الديد ليفت اللي خاص بالقوه البدنيه اللي هو بالنسبه لكمال اجسام يقوي الجهاز العصبي، وعندنا الديد ليفت الهامسترينج اللي هو شغل رجلين الخلفي، هامسترينج خلفي اللي هو يسوي ستريتش للهامسترنج، التمرين ساحب. وعندنا الديد ليفت اللي هو خاص بالكريسمس بعضله اسفل الظهر، عضله الكريسمس يسموها. فاحنا عندنا ثلاثه ديد ليفت. الاول ديد ليفت قوه بدنيه اللي هو نزول كامل على الارض. الديد ليفت الثاني اللي هو للهامسترنج اللي شغل الهامسترنج الخلفي. الديد ليفت الثالث اللي هو شغل الكريسمس، عضله الكريسمس اللي هي اسفل الظهر. احنا راح نجيبها بالتسلسل وراح اشرح لكم اياها كل واحد شنو سببه وليش نلعبه الديد ليفت. اول ديد ليفت عندنا يا شباب اللي راح نلعبه هسه اللي هو نلعبه اللي يلعبوه القوه البدنيه، لعيبه القوه البدنيه هذول اللي يلعبوه. ليش لعيبه كمال اجسام يلعبوه؟ احنا بلعبه كمال اجسام اكو هوايه شباب يلعبون الديد ليفت لسبب زيادة قوة الأعصاب، القوة العصبية. الديد ليفت لمن تتمرنه، لمن يلعب لاعب كمال أجسام ينطيه طاقة وينطيه قوة كهربائية وينطيه قوة عصبية يخليه يرفع أوزان ويتحمل الضغط والمجهود العام بالأوزان الثانية. هاي شغلة. الشغلة الثانية، كل ما ارتفع ضغط الدم عندك بسبب هيش تمارين شاقة تزيد عندك الضخامة وتزيد العضلات، قوة القلب تزيد. يعني هو في إيجابيات وفي سلبيات، بس بغض النظر احنا قاعد نحكي على لعبه كمال اجسام. فهسه راح نلعبه بطريقه ديد ليفت اللي يلعبوه لعيبه القوه البدنيه. شلون يلعبوه لعيبه القوه البدنيه؟ طبعا بالنسبه للقبضه اكو ناس تلزمها بهالشكل هذا على مود ما يفلت البار، على مود يسموه قفل، ما يلمسك هيك على مود ما يفلت. بس بشكل عام الوزن كلش خفيف مو ثقيل. الديد ليفت بالنسبه للقوه البدنيه شوفوا حتى هنا اكو محترفين يلعبوه تلاقيه رجليه تتجرح منه. ليش؟ لانه لما ينزل سكوات، ما ينزل بظهره ويطلع، ينزل سكوات، فتلاقيه يطخ بالرجل هنا بالقصبه مالت الرجل ويشققها، وهذا الشيء طبيعي معروف. لهذا السبب اقول لكم، لانه هواي شباب تلاقيه لما يلعب الديد ليفت يلعبه بهالشكل، يطلع بظهره وينزل، يطلع. ما يصير الديد ليفت ينزل سكوات مستقيم. فهذا هو الديد ليفت سكوات، ها تنزل كانه يطخ هنا عندك يا بالقصبه. هذا الديد ليفت مال القوه البدنيه. هذا مال القوه البدنيه. واذا كان اللاعب مبتدئ وجديد عليه على التمرين هذا، يحاول انه يخلي
الوزن على ارتفاع يعني على نص الركبة على مود ما يأذي ظهره بما انه هو جديد. فأنا حكيت لكم هسه على الديد ليفت اللي يلعب للقوة البدنية، هذا هو مو للهامسترينج، انتبهوا هذا للقوة البدنية اللي يلعبوه لعيبة كمال أجسام. زين، موضوع أريد أحكي لكم به، إيش وقت نلعب الديد ليفت؟ بما أنه هو مهم، إيش وقت نلعب الديد ليفت؟ الديد ليفت يا شباب نلعبه بيوم الرجلين ممكن. شلون بيوم الرجلين؟ هو يا شباب راح يقول لك كابتن أنا تعبان بيوم الرجلين ما أقدر ألعب ديد ليفت. أنا أقول لك صحيح، بس أنت إذا أوريدي مفكر بأنه أنت اليوم راح تلعب ديد ليفت، لما تروح على تمرين الرجلين لا تلعب تمرين الرجلين كامل، العب أمامي والعب خلفي وراها روح الديد ليفت، لا تلعب تمرين الرجلين كامل. وصلتك الفكرة؟ أنت لما تريد تلعب ديد ليفت لا تلعب رجلين كامل بيوم الرجلين، أو إذا تريد تخليه بيوم الوحدة مثلا، بس لما تجد علي تقول لي العب ديد ليفت ويا الظهر لا ما يصير، انت العب كريسمس ويا الظهر اللي هسه راح اعلمك عليه. فهسه انتهينا من موضوع الديد ليفت اللي هو للقوه البدنيه اللي شغل الرجلين، مثل ما قلت لكم نزول مستقيم لدرجه انه هنا هاي تتشقق بسبب النزول المستقيم للجسد، ما انزل واطلع بظهري. ومثل ما قلت لكم الديد ليفت يلعب يوم الرجلين، لما يكون انا عندي رجلين واريد العب ديد ليفت افكر بانه رجلين ما العب تمرين كامل، العب امامي العب خلفي واروح اكمل ديد ليفت، لان الديد ليفت ما يقل عن 8 جلسات، ماكو ديد ليفت العبه 3 جلسات واربع جلسات واقعد، لا الديد ليفت ما يقل عن 8 جلسات، تبلش مثلا 10 تكرارات 8 6 4 3 2 2 2 2 2 2 تظل تسحب وترفع اوزان، هذا هو الديد ليفت. ماكو شيء اسمه اني العب لي ثلاث جلسات ديد ليفت واقول انا العب الديد ليفت اليوم، لا ما يصير. فلهذا السبب اقول لكم يوم الرجلين لما نريد نلعب ديد ليفت تمرين الرجلين وراها اروح اكمل ديد ليفت. خلصنا الديد ليفت اللي هو قلت لكم عليه القوه البدنيه للرجلين اللي نلعبها شو وقت نلعبها. زين، هسه الرجل الديد ليفت للهامسترنج. الديد ليفت للهامسترنج شنو سببه؟ شنو هو يسوي التمرين؟ احنا شلون عندنا مثلا تمرين فتح صدر؟ لما نلعب صدر نخلص صدر شنو نلعب اخر شيء؟ تمارين استطاله صح؟ فتح صدر بالاوفر غطس متوازي، الرجلين بها هذا الاسلوب. لما نلعب الهامسترنج العب النايم هامسترنج، العب الانر دواخل، العضله تكون شاده، شنو تحتاج على مود تكبر العضله؟ تحتاج استطاله، تحتاج مد، تحتاج ستريتش للعضله، صح لو لا؟ فشلون نلعبه هذا؟ نلعبه بالتمرين الهامسترنج الديد ليفت هامسترنج. الديد ليفت اللي شغل الهامسترنج الاخيره من اهم التمارين. اكو طرق هوايه للهامسترنج شلون نلعبها، اكو ديد ليفت الهامسترنج واكو الديد ليفت هامسترنج كالف، الاثنين مع بعض. هسه اشوف لكم اياه، هذا ديد ليفت هسه راح اعلمكم اياه للهامسترنج وديد ليفت هامسترنج كالف. هسه هذا الهامسترنج ديد ليفت، لما انا اخلص تمرين الرجلين الخلفي العب هذا الديد ليفت. باعوا هذا واحد اثنين ثلاث، او ايدي اقدمها لي قدام، اربع خمسه ستريتش مد كامل للهامسترنج من دون ما اطعش ظهري. وراها نلعب اذا لعبنا البطات مثلا ستريتش كامل للكالف بهالشكل، رجلي تكون على الوزن نزول كامل. الرجل تكون مفروده كامله، لانه بعد ما العب تمرين الكالف بعد ما اخلص تمرين البطات الكالف العضله هاي بعد ما اخلص هذا التمرين تكون العضله شاده، فالكالف منين يجي ستريتش ماله؟ الاستطاله مالت الكالف تجي من فوق ما تجي من جوا، من هنا تجي العضله. هاي هوايه شباب يتجاهلون هذا الموضوع، فلما نريد العب ستريتش للكالف بعد ما اخلص تمرين البطاط طبعا اخلي رجلي مرفوعه على وزن وانزل بهالشكل هذا. طبعا الرجل الركبه تكون مفروضه كامله، وزن يكون معتدل خفيف. هاي واحد اثنين لا نزله كامله، سوي ستريتش لهاي المنطقه كلها. هذا هو تمرين ستريتش لعضله الكالف وتمرين ستريتش للهامسترنج.
فهذا التمرين الثاني من الديد ليفت. هسه اشوفكم التمرين الثالث من الديد ليفت اللي هو شغل كريسمس عضله اسفل الظهر. وهسه يا شباب نجي على كريسمس عضله اسفل الظهر. ديد ليفت كريسمس. خلصنا الديد ليفت للقوه البدنيه، خلصنا الديد ليفت للهامسترينج، وهسه نجي على الديد ليفت الثالث اللي هو يلعب اسفل الظهر. هذا شو وقت يلعب هذا الديد ليفت؟ انا ما اشجع ان تلعبوه اول تمرين تمرين الظهر، لا، تخلص تمرين الظهر وبعدين تلعبه. تخلص تمرين الظهر بعدين تلعبه، لانه هو اسفل الظهر، ما راح يحتاج انك تحط مجهودك به اول تمرين، لانه مزعج جدا التمرين هذا. اول شغله لازم البار ينزل عند الركبه، شايفين البار عند الركبه، ما يصير ينزل نزله كامله، البار ما ينزل نزله كامله، لانه اللي تحتاج الشغله انك تشتغل اسفل الظهر، عضله اسفل الظهر، ما راح تشغل رجليك ولا راح تشغل الهيبس ولا راح تشغل الكالف الهامسترينج ولا شعر الشغل القوة البدنية، لا، قاعد نشتغل على أسفل الظهر. الفكرة من التمرين أنك تلزم البار وتنزل لهذا المستوى بس لعند الركبة، ولما تطلع تشد ظهرك بس، تشد ظهرك بس، واحد اثنين بهالشكل هذا، باعوا هذا هو، ثبت الوزن، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة، شايفين شلون؟ سبعة بس، هاي هنا هاي أسفل الظهر، تلاقي تشتغل تشتغل أسفل الظهر هاي بس، ما راح يحتاج أنزل سكوات ولا راح يحتاج إني أطعج ركبتي، لا، الركبة تنزل نسبة قليلة جدا، كل اللي ينطعج عندك الظهر، الظهر وأشده، الظهر وأشده، أفرد وأشد بس. هذا هو تمرين لكريسمس. على كل حال يا شباب ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من الشرح البسيط هذا للديد ليفت. انا اعتذر صوتي تعبان شوي لانه البارحة كنت مسوي فحص معدة، ف ان شاء الله تكونوا استفاديتوا بالفيديو، واشوفكم في فيديوهات ثانيه.